يا عمو يا عمو غني لنا عن العيد. مش وقت العيد، خليني بس اشرح لكم بطولاتي، ما رايكم؟ بدات مرة نزلت الوادي، الله 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 يا ساتر، شفت النمر قلت يا حيابة، الله 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 يا ساتر، قالوا نمر قلت عادي عادي، ماني من الناس دي تهتابة، وعدي وصل يهنجم وحلقه بادي، الله 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 يا ساتر، وظني ان البشر تتشابة، حلق النمر بزنادي، الله 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 يا ساتر، وحدي وكسرت كل نيابة، الله 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 يا ساتر، وطلعت فوقه وغادي غادي للبيت قالوا عيالي يابا، وقلت اطلعوا يا ولادي هذا النمر قد نويت اشقابه. يا عمو يا عمو هذا معه قصة لو تسمع حاله تطنن، قم 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 وسمعه. هيا الحج سمعك، هذا تسميها بطولة؟ هيا اسمع اسمع. مرة أخي قام فعل لي مقلب، الله 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 يا ساتر، مثل حرامي نبع للمدخل، الله 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 يا ساتر، شفته وقمت أضربه طوالي، سمع صياح جويري وقبل، وبعدين ظني تجاري مع متوالي، الله 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 يا ساتر، ضربت الاثنين وحدي واسأل، والله قصة رابطتهم كلهم شالي روم النوم كلهم بالصمل، وبعدين وبعدها قلت يا جهالي، الله 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 يا ساتر، هذا جزاء كل سارق وهبل، الله 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 يا ساتر، ولا عرفت الجوير الغالي إلا وقد دقها وتبهدل. لا 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 أنا مش مصدق أنك تعمل هذا كله. صح، حتى أنا مش مصدق. اللي ما يعرف الصقري شويه يا عيالي. صر يما يا غارة يا عويابة. لو كنت غنيت للعيد أفضل، أفضل من الكذب والمكذبة، كم جهدك الفجر يا أخي اعقل، ذنوب ذنوب تخرط الحسابة، الآن جاء الوقت ذي تتبلبل، والعيد عيدين يا حيابة، العيد أحلى حكاية وأجمل، يلا افرحوا فيه يا أحبابة، يلا افرحوا فيه يا أحبابة. لو كنت غنيت للعيد أفضل، أفضل من الكذب والمكذبة، كم جهدك الفجر يا أخي اعقل، ذنوب ذنوب تخرط الحسابة.